وسط أجواء احتفالية دشن صباح اليوم الأخوان أحمد سالمين وكيل أول محافظة عدن وعدنان الكاف وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية افتتاح ساعة ليتل بن أو ما يعرف بساعة بيج بن. هذا الافتتاح بإشراف المجلس المحلي بمديرية التواهي وبرعاية محافظ عدن اللواعي دروس الزبيدي تم خلالها قص الشريط إذانا بافتتاح رسمي تدور فيه عقارب الساعة من جديد في مختلف الاتجاهات. نحتفل اليوم بعودة ساعة بيج بن إلى العمل من جديد في عدن. هذه الساعة طبعا اللي تم بنائها في عام 1900 ولها الآن حوالي 117 تمثل جزء من تاريخ مدينة عدن، من تاريخ الحضاري، من تاريخ الثقافي. وعودتها للعمل من جديد هي عودة للحياة المدنية من جديد إلى عدن التي تتصاعد بشكل يومي وبشكل ملموس لدى الجميع. نشكر كل القائمين في محافظة عدن بقيادة المحافظ اللواعي دروس الزبيدي، نشكر مأمور المديرية أيضا الذي قام بجهد كبير، نشكر كل الفنيين والعاملين الذين أعادوا هذه الساعة للعمل من جديد. افتتاح أشهر معلم تتميز به مديرية التواهي بشكل خاص والعاصمة عدن بشكل عام أعيد اليوم تأهيله من جديد بعدما تعرض لآثار الدمار جراء الحرب التي نفذتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على عدن. في هذا اليوم نود بداية نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق في إعادة صيانة وتأهيل هذا المعلم التاريخي الساعة ليتل بيج بن. وكما نود نوجه كلمة شكر للأخ المحافظ محافظ عدن اللواعي دروس الزبيدي على المتابعة والتوجيه والاستمرار في المتابعة لإعادة هذا المعلم الحضاري والسياحي إلى وضعه الطبيعي. الساعة مع الأسف الشديد تعرضت لتخريب منهج من قبل حثالات الحوثي مرتزقة المجوس في المنطقة وبغايا المخلوع. كان تخريب معمد ومنهج حتى أن الضرب يعني كان بشكل مركز على الجيرات، يعني جيرات الساعة الداخلية ومن الخارج. ولكن نحن نحب أن نبعث رسالة من هذا الموقع ونؤكد لهذه الحثالات ونؤكد لبغايا عفاش بأن عدن نهضت وستنهض، وإن هذا المعلم التاريخي يمثل بداية لعودة كافة المعالم التاريخية في مدينة عدن. وفي التدشين كرم وكلاء المحافظة المهندس حمدان عراقي الجنسية الذي تطوع في إصلاح عقارب الساعة وإعادة دورانها من جديد. إلى ذلك قام وكيل المحافظة بزيارة تفقدية لمشروع سفلة الطريق با صهيب الحيوي بإشراف السلطة المحلية والمجلس المحلي بمديرية التواهي. تم خلالها الاطلاع على سير العمل في هذا المشروع الذي يأتي في ظل ما تشهده العاصمة عدن من انتعاش حيوي في بنيتها التحتية شملت مختلف المجالات. وفي نفس السياق تفقد الأخوان وكيلا محافظة عدن ومدير عام مديرية التواهي سوق عامر العام وسط مدينة التواهي. طاف خلالها أقسام السوق الذي أعيد افتتاحه من جديد بعدما شهد خلال الفترة الماضية تدهورا ملحوظا تم فيها استعادة نشاطه من جديد. الوكيلان أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها مدير عام مديرية التواهي ممثلة بالأخ عبد الحميد ناصر الشعيبي والعاملين معه في المجلس المحلي بالمديرية. اليوم افتتاح سوق عامر حسب الخطة المعدة من المجلس المحلي والسلطة المحلية مديرية التواهي. اليوم كان استجابة غير عادية من البائعين والفرشات والخضروات والأسماك بانتقالهم إلى هذا السوق. واليوم تم تدشين رسميا افتتاح هذا السوق من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وخلائها، ونشكر كل من ساهم بإعداد هذا المكان وهو يعد بحد ذاته سوق تاريخي لمحافظة عدن. رافقهم في الزيارة الشيخ علي العيسي رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي وسمير الوهابي رئيس لجنة التخطيط في المديرية ومدير شرطة التواهي الأخ نبيل عامر. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي عدن.